وللمزيد من المعلومات تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنة. كلودي، ما هي أبرز مطالب المحتجين لهذا اليوم في ظل رفضهم لتشكيلة الحكومة الجديدة؟ إذا أردنا أن ننظر نظرة عامة للمحتجين نرى أنهم منقسمون. هناك من يريد أن يعطي فرصة لهذه الحكومة الجديدة ويرى إذا ما كانت ستستطيع تحسين الأوضاع وتطبيق الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر سادر والمجتمع الدولي والمطلوبة في لبنان ووقف الفساد والهدر في مشاريع التي تتخذها وتنفذها الدولة اللبنانية. وهناك مجموعة أخرى لا تثق أو هي واثقة بأن هذه الحكومة ستفشل ولن تستطيع أن تحقق أي من هذه المطالب والإصلاحات. لذا نرى الآن أمام ساحة النجمة على مقربة من البرلمان اللبناني مجموعة من المحتجين تواظب على التظاهر والاعتصام. وبالفعل ومنذ حوالي ربع ساعة من الآن بدأت مواجهات مع القوى الأمنية. المتظاهرون يرمون القوى الأمنية بالحجارة، يحاولون إزالة الجدار الحديدي الفاصل بين مكان اعتصامهم وبين إمكان الدخول إلى ساحات البرلمان. والقوى الأمنية تعمد على رش هؤلاء المتظاهرين بخراطيم المياه. إذن سباق بين ما يمكن أن تنجزه الحكومة وبين إمكان تحقيق الرئيس حسان دياب وعوده بإنجاز إصلاحات وبإنقاذ من الانهيار، وبين الشارع الذي يبدو أنه غير واثق على الإطلاق بهذه الوعود. نعم كلودي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. مراسلة الغد من بيروت كلودي أبي حنّة.